في هذه السيارة كانوا اختراعات وابتكارات جديدة بحال السويق الأصاد ديال الدجاج القديمي اللي حطمت الرقم القياسي بالقدرة ديالها على مسح 86% من مساحة الزجاج في كل مسحة. كانت كتخدم بواحد الزكزاك ومصممة بواحد الطريقة كتخليها ما كتأطرش بالهواء حتى مع السرعات الطالعة. زيد على هادشي كان فيها واحد الابتكار تاني وهو المصابيح الخلفية المضلعة اللي كيخليها تضوي في أصعب الظروف بحال الغيس والثلج وكتقدر تضوي مزيان. أما بالنسبة للمقاعد الخلفية القابلة للطي الأوتوماتيك فالغريب أنها ما كترجعش بوحدها واللي يقدر يعرف السبب يقول لنا في التعليقات. ولهذا ضرب واحد طلع على جميع الأرقام القياسية في المبيعات اللي دارت هاد السيارة تقدر تقول أنها كانت ضربة قوية من مرسيدس ضد المنافسين بحال بي إم دبليو أودي فولكسفاجن وهادشي ها في ألمانيا وفي السوق المحلي. فما بالكم النجاح اللي درتو برا ألمانيا؟ ناس ديال الريف قولوا اليوم.